أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز الملفات. العراق يعرض على الصين ربط الحزام والطريق بطريق التنمية في مشروع واحد، ويبدي استعداده لمشاركة بتروتشاينا صناعة البتروكيماويات خارج البلاد. بغداد تفاوض كردستان وشركات أجنبية على استئناف العمليات النفطية في الإقليم، تسوية عقود المشاركة وتكاليف الإنتاج لاستئناف تصدير الخام إلى جهان. أكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني إمكانية ربط مشروع الحزام والطريق الصيني بمشروع طريق التنمية ليكونا مشروعا واحدا. جاء ذلك خلال استقباله المدير التنفيذي لشركة بتروتشاينا الصينية في الشرق الأوسط داي هوليانغ والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن وجود الشركات الصينية في مختلف القطاعات ومنها قطاع النفط يعزز تطوير العلاقات بين البلدين. وعبر السوداني عن استعداد العراق للدخول شريكا مع الشركة في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد. اجتمع اليوم كبار المسؤولين في وزارة النفط مع مسؤولين من إقليم كردستان وممثلين للشركات العالمية العاملة في الإقليم لإجراء محادثات بشأن اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان في تركيا. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في وزارة النفط قوله إن الاجتماع ما يزال منعقدا بحضور الوزير حيان عبد الغني ومسؤولين من وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان لمناقشة معوقات استئناف تصدير النفط. وأضاف أن من المتوقع أن تركز المحادثات على عقود مشاركة الإنتاج الخاصة بحكومة الإقليم التي تريد بغداد تعديلها، إلى جانب تكاليف الإنتاج التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من كردستان. قال وزير النفط حيان عبد الغني إن الوزارة اتفقت مع توتال الفرنسية على مشروع معجل لاستثمار الغاز المحروق خلال مدة لا تتجاوز سنة، متحدثا عن أبرز مشاريع إيقاف حرقه في البلاد. توتال وصلت وبدأت الفعاليات إن شاء الله، إضافة إلى أن هنالك مشروع معجل لشركة توتال وهو إيقاف حرق الغاز بشكل عاجل في المنشآت التي الحالية، ومن خلال الاتفاق مع الشركة تم الاتفاق على تنفيذ مشروع معجل لاستثمار هذا الغاز خلال فترة لا تزيد على سنة. وزارة النفط ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمهمة، والحقيقة حقيقة هو مشروع توتال أو مشروع جنوب العراق المتكامل هو مشروع بيئي بامتياز، باعتبار أنه يوقف حرق الغاز في 5 حقول نفطية بطاقة 600 مليون قدم مكعب وتوظيفها لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى هنالك مشروعين مهمين، أحدهما هو إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميجاوات والتي تعتبر من المحطات الكبيرة في المنطقة، إضافة إلى المشروع الآخر وهو استخدام ماء البحر وتصفيته ومعالجته ليستخدم في عملية الحقن في المكامن النفطية. المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال إن العراق أبقى على الخفض الطوعي لإنتاج الخام بناء على الاتفاق في مجموعة أوبيك بلس، مشيرا إلى موعد العودة إلى سقف الإنتاج السابق. أوبك بلاس يعني قررت إبقاء الخفض الطوعي اللي هو بحدود 1,066,000 إلى نهاية 2025، وبالتالي أيضا هناك اجتماعات تعقد يعني بين الحين والآخر لمناقشة التطورات، وعلى ضوء التطورات في السوق النفطية يتخذ أو تتخذ القرارات المناسبة. فالعراق أبقى يعني الخفض الطوعي وأيضا الالتزام يعني بحدود 4 مليون هي محددات الانتاج للعراق، لكن مع مطلع العام المقبل ستبدأ يعني العملية بالتصاعد، أي أن العراق سيعود إلى إنتاج السابق اللي هو بحدود 4,431,000 في عام 25. تذبذب أسعار النفط العالمية يعود إلى عوامل تتعلق أساسا بقاعدة العرض والطلب،
لذا فإن تحالف منظمة البلدان المصادرة للنفط أوبيك بلس يعمل على ضبط الإنتاج وتحديد الكميات المصغرة إلى الأسواق عبر اتفاق بين أعضائه على خفضها، ومن بينها العراق. استقرار الأسواق النفطية قائم على توازن العرض والطلب، وتلك معادلة تتعرض لهزات متباينة تارة بفعل توترات أمنية وسياسية وأخرى اقتصادية. العراق أحد أعضاء تحالف أوبك بلس، ملزم بتخفيض الإنتاج للسيطرة على الأسعار. حاله حال كبار مصدري النفط في العالم، ومع ذلك فإن محاذير تطلقها شركة روس نفط من زيادة الطاقة الإنتاجية، تقول إنها ستبدد الجهود الرامية إلى تأثير خفض الإنتاج. في لغة الأرقام، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط في السعودية والإمارات والكويت والعراق تزيد على 5.5 مليون برميل يومياً، بما يعادل 13% من إنتاج أوبك بلس الحالي، التحالف الأوسع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. وفي إطار زيادة الإنتاج، فإن بحثاً أجرته رويترز أظهر الارتفاع في آيار الماضي، إذ طغت زيادة الصادرات من العراق ونيجيريا إثر التخفيضات الطوعية للإمدادات المتفق عليها. وأظهر البحث أن دول أوبك ضخت أكثر من 26.6 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة بلغت 145,000 برميل يومياً. كانت حصة العراق ونيجيريا منها 50,000 برميل لكل دولة. في المحصلة، فإن أسعار النفط تراجعت الأسبوع الماضي، إذ لامس خام برنت القياسي أدنى مستوى له في 4 أشهر دون 77 دولاراً للبرميل، قبل تعافي الأسعار إلى نحو 80 دولاراً. ويساعد الاتفاق الحالي لتحالف منتجي النفط على تحقيق حالة من اليقين في أسواق الطاقة، فأعضاء أوبك بلس البالغ عددهم 22 دولة خفضوا الإنتاج حالياً بأكثر من 5.8 مليون برميل يومياً، ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي. أخمد حريق اندلع داخل أحد معامل الشركة العامة للبتروكيماويات في البصرة من دون تسجيل خسائر بشرية. وأخبر مصدر مطلع مراسل يو تي في بأن الحريق اندلع في منطقة للخدمات تحتوي على مواد شديدة الانفجار، عازيا اشتعال النيران إلى حرارة الجو العالية. وطوقت فرق الدفاع المدني الحريق وسط مساندة شركات الغاز والحديد الصلبي الحكومية إرسال فرق إطفاء إلى موقع الحادث. أعلنت وزارة الداخلية أنها تتابع مع ناظرتها السعودية أسباب اعتقال 2 من الحجاج العراقيين في المملكة. الوزارة وفي بيان مقتضب ذكرت أن المتابعة الجارية غرضها إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة جميع الحيثيات المتعلقة بهما. انطلقت أعمال القمة الوطنية للاتصالات في العراق بحضور شركات محلية وعالمية. مدير إعلام وزارة الاتصالات عمر العامري قال إنه جرى خلال القمة إعلان الانتقال بالإنترنت من خدمة الواي فاي إلى خدمة الكابل الضوئي FTTH، مشيرا إلى أن الخدمة أكثر فاعلية ومؤثرة بعمليات التحول الرقمي. ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في توسيع الرقعة الجغرافية لمشروع الكابل الضوئي.
الانتقال من خدمة الواي فاي بالنسبة للإنترنت إلى خدمة الـ FTTH، على اعتبار هذه الخدمة الـ FTTH هي أكثر فعالية ومؤثرة بالنسبة كبيرة في عمليات التحول الرقمي، وبالتالي اليوم الوزارة الاتصالات قطعت أشواط كبيرة في توسيع الرقعة الجغرافية لمشاريع الكابل الضوئي والـ FTTH، كما أيضا أعلنت عن قرب الإعلان عن المشغل العالمي للشركة الوطنية للهاتف النقال الرخصة الرابعة التي ستعمل بتقنية الجيل الخامس. العلاقة عكسية بين درجات الحرارة والحركة التجارية، فكلما ارتفعت الأولى انخفضت الثانية. في الكوت تسببت الحرارة المرتفعة والقطاع الكهرباء بخسائر كبيرة لمحال المواد الغذائية، فيما تنذر الأيام المقبلة بمزيد من لهيب الصيف. التفاصيل مع حمزة الأسدي. هكذا هو المشهد عند الساعة الواحدة بعد منتصف الظهر في أسواق الكوت. الأبواب مغلقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء الذي تسبب بخسائر كبيرة في بضائع تحتاج إلى التبريد لحفظها. الحل الوحيد ربما للخروج من هذه الأزمة شراء مولدات صغيرة، لكنها لا تضمن سلامة الأجهزة بتيارها المتقطع. أما كلفة البنزين الجديدة فقد ألقت بظلالها على أسعار المواد، ليقرر كثير من المواطنين السفر إلى خارج البلاد خلال هذه الأوضاع. ثلاثة أربعة هاجر خارج البلد، يعني سافر يقضي صيف غادي، هذا كله أموال واستنزاف واقتصاد راح للخارج للدول الباقية. أنت وفر لي كهرباء، وفر لي أجواء حلوة، وفر لي خدمات حلوة. الأنظار تتجه نحو قوالب الثلج التي ارتفع ثمنها هنا وبلغ 3000 دينار للقالب الواحد بعد توقف معظم معامل الثلج جنوبي المحافظة بسبب مخالفات الكهرباء. يعني هم نريد إن مية، هم نريد كهرباء، هم نريد فد وضع زين، ثلج هسه إذا معامل الثلج حتى متوقفة، زين إحنا شلون بهاي الحالة محاربين من كل مكان، شلون نتحمل حرارة الجو؟ وفروا لنا ذني خلنا نتحمل حرارة الجو. الاغتسال بالماء بين الحين والآخر هو آخر الحلول للمتبضعين في السوق، فيما يطالب الموظفون بتقليص ساعات الدوام ساعة واحدة خلال الأشهر المقبلة، إذ يتوقع فيها وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. من واسط حمزة الأسدي، UTV. في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، تعيش أحياء سكنية تحت أسوأ الظروف نتيجة لانعدام الخدمات، فيما يواصل الأهالي مناشدة الجهات والمؤسسات المعنية، لكن صدى المناشدات لا يعود باستجابة. تقرير لمحمد سالم. معاناتنا شوارع، تبديل شوارع، أريد مي نظيف، أريد على الأقل بس يجيبنا بوري واحد، أريد هالكل منطقة بوري واحد. هذا ما تسمعه من المواطنين في أحياء الموصل الشعبية، فالخدمات منعدمة والمواطنون ضحية لإهمال حكومات محلية طالما ادعت قيامها بثورة إعمار، لكن الواقع يروي عكس ذلك. الأطفال فطس من العطش، روح شوف الساعة بالمستشفى، والله بالمستشفى الساعة عندي طفل بالمستشفى داخل، هم نرى هذا موي على صار عنده حصوة، أصلا عنده شدمه راحت العالم تموت، يعني هيج من هذا البلد خلوا يقول يابا خذوه هذا لنا وروح اطلعوا. انعدام الخدمات دفع المواطنين إلى إطلاق نداءات استغاثة بعدما تهالكت مناطقهم المتعبة لتصبح غير صالحة للعيش، لكن الاستجابة للمواطنين لا تبدو من شيم المعنيين. هاي شوارعنا وضعيتنا هاي حق عليها أستاذ العزيز، يعني ما عندنا خدمات، ما عندنا تبليط، ما عندنا، وبالشتاء المنطقة يعني تنقطع خلاص، بالشتاء المنطقة خلاص تنقطع، يعني ما يظل طريق لا روحة ولا جاية، أطفال مدارس طلاب، وناشدنا يعني أكثر من مرة ومرتين وثلاثة ودون استجابة وما لبونا طلب. انعدام مياه الإسالة وتكسر الطرقات والتلوث الناجم عن النفايات وبرك المياه الآسنة بات مصدرا رئيسيا للأمراض والأوبئة التي تقتل الأهالي والأطفال ببطء من دون أي التفاتة حكومية. موجود قرار تمليك وشغلتنا رسمية، وندفع كهرب وندفع ضريبة، ندفع كل شيء، ندفع كلها شغلتنا رسمية، بس خدمات ماكو، ندفع للدولة بس الدولة ما تنطي، الدولة تأخذ حقها بس حقنا ماكو، مع الأسف هاي.
وتعيش العديد من أحياء الموصل واقعا خدميا أسوأ بكثير من بعض القرى النائية، إذ لم يطل هؤلاء السكان شيء من الموازنات الانفجارية التي أنفقت على مشاريع غير مجدية وملأت جيوب الفاسدين. من الموصل محمد سالم، UTV. مبادرة لجمع عبوات البلاستيك الفارغة من أحياء بغداد وشوارعها شهدت تفاعلا في الشارع وأيضا عبر مواقع التواصل وحققت أبعد من هدفها. تقرير أعده أحمد خالد. لم تتوقع خلود العامري أن تلقى مبادرة جمع العبوات البلاستيكية الفارغة من أحياء بغداد تفاعلا في الشارع. خلود ومع زميلات لها في شبكة صحفيات من أجل المناخ دعت إلى المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع حث الراغبين في الإسهام بها على تسليم العبوات في شقة في بغداد، لكنها استقبلت كمية من البلاستيك أكبر من المخطط له. بدينا أنه نشتغل ويا المطاعم، فبدينا نتعاون ويا المطاعم نجمع البلاستيك من عندهم. اكتشفنا بعد ما جمعنا كميات من البلاستيك كبيرة وسوقناها أنه البطل الشفاف مع المي وبطل اللبن مو كل الناس تشتغل به، وأنه المعامل تشتغل بأنواع بلاستيك مختلفة، فشفنا أنه مهم جدا أنه نشرك الجمهور. مبادرة جمع البلاستيك من شوارع بغداد تجاوزت هدف الهاشتاك على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع مليون عبوة، والأعداد في الزياد. كانت فكرتنا أن نجمع مليون، احنا جمعنا 1,019,337 اللي عديناهم يعني وشحناهم، واكو شحنة اخرى يعني ما عديناها. شفت على مواقع التواصل الاجتماعي صحفيات من اجل المناخ، هذا الشبكة، شفت انهم يسوون حمله على يعني اعاده التدوير الابطال البلاستيك القناني الفارغه اللي هي دائما احنا نرميها بالقمامه، فقلت انه افضل شيء نجمعها ونسلمها الى الشبكه. عشرات الاطنان من المواد البلاستيكيه تصل يوميا الى معامل في بغداد لاعاده تدويرها. يعني اذا اقول لك على مستوى العراق يمكن الله لك 50 طن يومية أو 60 طن يومية على مستوى العراق، على مستوى بغداد بس. يعني أنا أحكي لك على مستوى بغداد، لأن مو منطقة إحنا وإحنا، أنا عندنا هنا التاجيات، عندنا المعامل البوية، عندنا بوب الشامل الرزية. جمع أطنان من البلاستيك بدل رميها في الشوارع والقمامة عشوائية، خطوة مهمة لحماية البيئة من مواد تتراكم في التربة والمياه ولا تتحلل بسهولة. نصف مليون طالب وطالبة في ديالى يدرسون في 1200 بناية مدرسية فقط، ما يضطرهم إلى الدوام الثنائي والثلاثي، فيما يؤكد متخصصون أن الاهتمام بواقع التعليم لا يحتاج إلى بنايات جديدة فحسب، بل يتطلب مدارس نموذجية تواكب التطور العلمي. 7 مدارس جديدة افتتحت خلال الأسبوع الماضي، فيما ستفتتح 25 مدرسة أخرى أبوابها أمام الطلبة قريبا، فضلا عن المباشرة بإجراءات بناء عشرات المدارس. هي استعدادات تقول مديرية تربية ديالى إنها ستحد من زخم الطلبة في الصفوف في العام الدراسي المقبل. يبلغ عدد المواقع المحالة على مشروع القرض الصيني 56 مشروع في محافظة ديالى. أما بالنسبة لمشروع الوزارة رقم 1، كذلك العمل جاري فيه. أعدت المديرية العامة لتربية ديالى لعام 2024 بحدود 90 كشف حاليا لحد هذا التاريخ، بحدود 90 مشروع بناية مدرسية هدم وإعادة بناء، وكذلك مشاريع جديدة، وبحدود 30 مشروع إعادة ترميم وتأهيل الأبنية المدرسية. تضم ديالى قرابة نصف مليون طالب يقابلهم 1200 بناية مدرسية فقط، وهو ما يضطر التربية إلى اعتماد الدوام الثنائي والثلاثي في مئات المدارس، فيما يؤكد متخصصون أن الاهتمام بواقع التعليم لا يحتاج إلى بنايات جديدة فحسب، بل يتطلب مدارس نموذجية تواكب التطور العالمي.
المدارس هي ليست يعني بنى تحتية جامدة فقط، وإنما يجب أن تكون بنى حاكية تحاكي عقل الطلاب، عقل الطلبة، خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، في مجال استخدام الواقع المتطور الحديث اليوم لبناء الوسائل والمؤسسات التعليمية. وأنا أعتقد يعني هذا الشيء يعني بقدرة الحكومة اليوم نتيجة لتوفر تخصيصات مالية كبيرة ممكن أن تستغل لتطوير العملية التعليمية والمؤسسات التربوية. ما يزيد على 200 مدرسة جديدة شيدت خلال العامين الماضيين في ديالى، فيما تعاني معظم مدارس المدينة من انعدام وسائل التعليم التكنولوجية الحديثة إلى جانب قدم كثير من الأبنية واعتبارها آيلة للسقوط. بحسب التقديرات الحكومية فإن ديالى تحتاج إلى أكثر من 500 مدرسة جديدة لإنهاء مشكلة الدوام المزدوج وتوفير أجواء دراسية مريحة للطلبة. علي العنبقي، يو تي في، ديالى. في مبادرة تلفت الانتباه للهدف التربوي والإنساني بين المعلم والتلميذ، احتفى طاقم مدرسة في ذقار بدفعة من التلاميذ الأوائل وأهدي كل تلميذ حصل على المعدل الكامل دراجة هوائية. يحملون نتائجهم بفرح غامر وتنتظرهم فرحة أخرى. مدرسة المنهل في قضاء قلعة السكر شمالي ذيقار الحاصلون فيها على العلامة الكاملة في امتحانات البكالوريا، شملتهم المبادرة السنوية لإدارة المدرسة المتمثلة بمنحهم دراجات هوائية، فضلا عن هدايا أخرى لسائر التلاميذ الذين حصلوا على معدل تجاوز 90. من ضمن نشاطاتنا اللي عددناها لتطوير المدرسة هي دفع الطلاب ورفع معنوياتهم بالنتائج. فمبادرة بديناها قبل 5 سنوات وتكريم المبدعين، يعني احنا كل سنة يطلع عندنا فوج من المبدعين، فكل ما نرفع مستوى سقف التكريم والدعم المعنوي والدعم النفسي والدعم المادي للتلميذ حصلنا على نتائج أفضل. بدينا السنة الأولى دراجتين هوائية وبدينا نطور هدايا أخرى. هذا العام ارتقى عندنا ارتفع مستوى الإنجاز. التقليد السنوي الذي انتهجته إدارة المدرسة كان حافزا مهما للتلاميذ ليحققوا نتائج مرضية تؤهلهم ليكونوا ضمن خطة التكريم السنوي. أنا كنت أقرأ ساعتين أو ساعة باليوم أستاذ، فتعبت يعني والدي هم الذين بذلوا جهد يعني على موضوع أعطونا هذا المعدل العالي والمعدل العادي، وكاد مدرسة المنهل والأساتذة الذين هم بذلوا جهودهم على الحصول على هذا المعدل العالي. بعد شنو أعطوك هدية؟ أعطونا هدية أستاذ، هي دراجة هوائية. ويثني ذوي التلاميذ على هذه المبادرة المهمة التي تشكل علامة بارزة في تشجيع أبنائهم وحثهم على المثابرة وتحقيق أفضل النتائج، فضلا عن إضفاء روح المنافسة فيما بينهم. نحن بدورنا أولياء الأمور لمسنا الجهد المبذول والإمكانيات بما هو متاح لديهم. نحن نعلم التحديات كثيرة، قسم من عندها مصطنع وقسم طبيعي بما يمر بظروف الدولة والبلد، لكن بالإمكانيات المتاحة وبالعمل الدؤوب. في مبادرة مشجعة يسجل الملاك التدريسي لمدرسة المنهل واحدة من الأهداف التربوية المهمة التي تغرس في روح التلاميذ التطلع المستمر للتفوق والاجتهاد. من قضاء قلعة السكر شمال الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في. نهاية النشرة، إلى اللقاء.